السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في الدرس الثامن من تدريب نظم المعلومات الجغرافية GIS، والذي سنتعرف فيه على مفهوم الطبقات، وسنتعرف على برنامج ArcCatalog وآلية إنشاء الطبقات. هيا نبدأ على بركة الله. مفهوم الطبقات هي عبارة عن ملف يحتوي على معلومات نوع محدد من الظواهر الجغرافية والمكانية. تمثل المعلومات الجغرافية على الخرائط المطبوعة في ثلاثة صور، وهي النقاط حيث تمثل مراكز المدن والآبار، الخطوط حيث تمثل شبكات الطرق والأنهار، والمضلعات حيث تمثل البحيرات والبحار والمناطق الإدارية وغيرها. برنامج ArcCatalog هو البرنامج المسؤول عن إدارة الملفات من إنشاء ملفات جديدة أو نسخ أو حذف أو تعديل خصائص ملفات موجودة بالفعل. التطبيق العملي: بما أن برنامج ArcCatalog هو البرنامج المسؤول عن إدارة ملفات من إنشاء ملفات جديدة أو نسخ وحذف وتعديل خصائص الملفات الموجودة بالفعل، لذلك في هذا الدرس سنبدأ في تشغيل برنامج ArcCatalog. يمكن تشغيل برنامج ArcCatalog من خلال برنامج ArcMap، وذلك بالضغط على زر Catalog من خلال شريط الأدوات. كما يمكن أيضا استدعاء برنامج ArcCatalog من قائمة ابدأ، ومن ثم نقوم باستعراض مجلد ArcGIS، ومن ثم نضغط كليك يسار على ArcCatalog 10.8. تم استدعاء برنامج ArcCatalog، وهذه هي الواجهة الرئيسية للبرنامج، وهي شبيهة بواجهة ArcMap، حيث تتكون من عدد من شرائط الأدوات، بينما تنقسم رئيسيا إلى جزئين اثنين. أما الجزء الأيسر فهو يعبر عن قائمة المحتويات، أما الجزء الأيمن لعرض تفاصيل الملفات. الآن لنستعرض بعض مهام أزرار شريط الأدوات. لدينا هذا الزر Up One Level، أي للرجوع للخلف. لدينا هذا الزر Connect to Folder، أي ربط البرنامج بمجلد. لدينا هذا الزر Disconnect Folder، أي إلغاء ربط البرنامج بمجلد. لدينا Copy نسخ، Paste لصق، Delete حذف. لدينا هذا القسم لآلية عرض المجلدات في برنامج ArcCatalog: Large Icons، List، Details، ولدينا أيضا Thumbnails. لدينا هذا الزر لاستدعاء برنامج ArcMap. لدينا هذا الزر إذا قمنا بإخفاء هذا الجزء نستدعيه من خلال هذا الزر. Catalog Tree، لدينا هذا الزر Search للبحث. لدينا هذا الزر لاستدعاء برنامج ArcToolbox. لدينا هذا الزر لاستدعاء البايثون، ولدينا هذا الزر Mood Builder. أما لدينا هذا القسم فهو شبيه ببرنامج ArcMap، والذي يضم التكبير والتصغير والبان تحريك من خلال الماوس، والفول اكستند عرض كامل الخريطة. ولدينا هذا الزر للرجوع إلى وضع الرؤية السابق، ولدينا هذا الزر للتقدم لوضع الرؤية التالي، ولدينا هذا الزر Identify لعرض معلومات أي جزء من الخريطة. الآن نستكمل شرح واجهة البرنامج. لدينا في الجزء الأيسر نافذة Catalog Tree، حيث تظهر هذه النافذة مجلدات جهاز الكمبيوتر. أما نافذة الجزء الأيمن فهي مقسمة إلى ثلاثة أقسام، وهي Contents والبريفيو والDescription، حيث سنوضح وظائف هذه الأقسام في المثال التالي. لدينا هذا المجلد باسم سيريا موجود على سطح المكتب، يحوي على العديد من ملفات الشيب فايل. الآن نقوم بربطه ببرنامج ArcCatalog. نعود إلى برنامج ArcCatalog. الآن لربط المجلد سيريا الموجود على سطح المكتب، نقوم بتوسعة هذا المجلد See Users محمد دامس Desktop. نلاحظ ظهرة المجلدات الموجودة على سطح المكتب. نختار مجلد سيريا. نلاحظ ظهرة جميع محتويات هذا المجلد من شيب فايل في الجزء الأيمن في قسم Contents، أي المحتويات. الآن لاستعراض محتويات أي ملف شيب فايل، نقوم بتحديده من قائمة Contents، ومن ثم نذهب إلى قسم Preview. نلاحظ أن هذه الخريطة هي محتويات في ملف الشيب فايل المختار، وهو ملف الشيب فايل الثاني من مجلد سيريا. كما نلاحظ أيضا في الجزء الأسفل من هذا القسم Preview لدينا نوع العرض Geographic، نقوم بتغييره إلى Table، أي عرض الجدول الخاص بالشيب فايل المختار. نلاحظ أن هذا الجدول الموجود في الشيب فايل المختار. الآن نستعرض وصف الشيب فايل المختار من خلال قسم Descriptions. نلاحظ وجود معلومات شاملة عن ملف الشيب فايل المختار. الآن بعد أن انتهينا من التعرف على برنامج ArcCatalog، لنبدأ بالتعرف على آلية إنشاء الطبقات.
أول خطوة نقوم بها هي تحديد مسار حفظ الطبقات، ومن المفضل أن يتم حفظ جميع ملفات المشروع في مجلد واحد. الآن نعود إلى قسم Contents. الآن نختار مجلد المشروع My Project. نقوم بإنشاء مجلد جديد ونسميه Layers. كليك يمين في أي مكان فارغ في القسم الأيمن، ومن ثم New، ومن ثم Folder. نقوم بتسمية المجلد بLayers. نضغط Enter. الآن ندخل إلى مجلد Layers. الآن نبدأ بإنشاء الطبقات. نضغط كليك يمين ومن ثم New، ومن ثم نختار Shape File. ظهرت هذه النافذة Create New Shape File. نقوم بتسمية Shape File، وهنا ننوه إلى عدة نقاط لاختيار اسم الطبقة الجديدة، حيث لا يفضل استخدام الأحرف العربية، وأن لا يزيد الاسم عن 13 حرفا، ولا يشمل الاسم أي حروف خاصة مثل النقطة والشرطة والنجمة والمسافة. الآن نقوم بتسمية هذا الشيب فايل بالسيتي، أي سنستخدم هذا الشيب فايل لتمثيل المدن. الآن نقوم بتحديد نوع هذه الطبقة، وذلك من خلال فيتشر تايب. نقوم باستعراض هذه المنسدلة. لدينا النوع الأول Point، النقطة، حيث تستخدم لتمثيل المعالم الصغيرة التي لا يمكن أن تمثل بخطوط ومضلعات مثل المدن والمدارس ومواقع النقاط. أما النوع الثاني Polyline، الخط، حيث يستخدم لتمثيل شبكات الطرقات والأنهار وغيرها أيضا من المعالم. لدينا البوليجون، المضلع، حيث يستخدم لتمثيل أشكال مواقع ذات معالم متجانسة مثل المناطق الإدارية والولايات والمقاطعات وأنواع التربة وغيرها. أما النوعين Multi Point و Multi Batch، حيث يستخدمان في المشاريع المتقدمة، حيث ستقتصر الدورة التدريبية الخاصة بنا على الأنواع الثلاثة Point و Polyline و Polygon. نختار الآن النوع المناسب، نختار Point. الآن نقوم بضبط النظام الأحداثي لهذه الطبقة، وذلك من خلال Edit، ومن ثم اختيار النظام الأحداثي. سأختار WGS 1984. نضغط الآن على OK. تم ضبط العناصر الأساسية لهذه الطبقة، وهي الاسم والنوع والنظام الأحداثي. الآن نضغط على OK. تم إنشاء الطبقة الأولى الخاصة بتمثيل المدن. الآن أقوم بإنشاء طبقة تمثل الأنهار. أضغط كليك يمين New Shape File. أقوم بتسميتها River. أختار نوع الطبقة Polyline. أقوم بضبط النظام الأحداثي WGS 1984. أضغط على OK، ومن ثم OK. تم إنشاء الطبقة التي سوف تمثل الأنهار. الآن سوف أقوم بإنشاء طبقة جديدة لتمثيل البحيرات. أضغط كليك يمين New Shape File. أقوم بتسميتها Lake. أقوم بتحديد نوع الطبقة Polygon. أقوم بضبط النظام الأحداثي WGS 1984. أضغط على OK، ومن ثم OK. الآن لأقوم بإنشاء طبقة جديدة لتمثيل البحر، أضغط كليك يمين New Shape File. أقوم بتسميتها C. أختار النوع Polygon. أقوم بضبط النظام الأحداثي WGS 1984. أضغط على OK، ومن ثم OK. تم إنشاء أربع طبقات. أما الطبقة الأولى City لتمثيل المدن، الطبقة الثانية Lake لتمثيل البحيرات، الطبقة الثالثة River لتمثيل الأنهار، والطبقة الرابعة Sea لتمثيل البحار. ونلاحظ بجانب كل تسمية لهذه الطبقات صورة مصغرة، وهذه الصورة المصغرة توضح نوع الطبقة. نلاحظ أن الصورة المصغرة الخاصة بتمثيل المدن بداخلها نقاط، أي أن هذه الطبقة من نوع Point. ونلاحظ أيضا أن الصورة المصغرة الخاصة بتمثيل البحيرات بداخلها مضلع، أي أن نوع هذه الطبقة هو عبارة عن Polygon. كما نلاحظ أيضا أن الصورة الخاصة بتمثيل الأنهار بداخلها خط، أي أن نوع هذه الطبقة هو عبارة عن Polyline. وأيضا الصورة المصغرة الخاصة بتمثيل البحار بداخلها مضلع، أي أن نوع هذه الطبقة هو عبارة عن Polygon أيضا. وإلى هنا وصلنا إلى ختام الدرس الثامن من تدريب نظم المعلومات الجغرافية GIS، حيث تعلمنا من خلال هذا الدرس مفهوم الطبقات، وتعرفنا أيضا على الواجهة الرئيسية لبرنامج ArcCatalog، وتعرفنا أيضا على آلية إنشاء طبقة جديدة وتسميتها واختيار النوع المناسب لكل ظاهرة من الظواهر الجغرافية، وضبط النظام الأحداثي لكل طبقة أيضا. شكرا حسن متابعتكم وإصغائكم،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.